ازرع بذرة الخير لتنبت ورودا في نفوس البشر، وبادر دوما بنطر عبيرها أينما حللت وارتحلت، فلربما تكون سببا في رسم بسمة على وجوه ثم تنساها بمرور السنين، لتكتشف فيما بعد أن تلك البسمة دفعت عنك شرا محتما، أو بتت في قلبك فرحة حينما كنت متألما حزينا. حينها سيتضح لك جليا أن الحياة ليست شيئا آخر غير شعور الإنسان بالإنسان.